نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية أم الرزق التابعة لمركز كفر سعد بدمياط، وضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. وتضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا. موجودين النهارده في اليوم الثاني من قافله ابو شحات، القافله تابعه لمبادره حياه كريمه الرئاسيه التابعه لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. موجود النهارده معانا في القافله 12 عياده تخصصيه، كل عياده فيهم موجود فيها الطبيب سواء بيكون اخصائي او استشاري. معانا صيدليه متكامله تم امدادها بكل الادويه اللي بتغطي التخصصات اللي موجوده في القافله. بنقوم هنا بتقديم خدمه للمواطن بحيث ان هو نقدر نقدم له تكمله علاجه لو محتاج يتحول لاي مستشفى او يحتاج يطلع قرارات نفقة الدولة أو تحويله إلى مستشفى مركزي، فبنحاول إن نديله جواب بحيث إن هو يقدر يروح نقدم له خدمة ما بعد القافلة العلاجية بالتوجه إلى المستشفيات المركزية التابعة لمديرية الصحة. القافلة العلاجية موجودة النهاردة في قرية أم الرزق تابعة لمركز كفر سعد. مركز كفر سعد هو المستهدف ضمن المبادرة الرئاسية كمرحلة أولى حياة كريمة. القافلة العلاجية بتمثل الجزء الصحي من المبادرة الرئاسية. قرية أم الرزق بتبعد 18 كيلو متر تقريبا عن أقرب مستشفى مركز ليها، وهي مستشفى كفر سعد المركزي. طبعا ده أهم معيار من معايير تنفيذ القوافل، وهو البعد عن أقرب مستشفى مركزي. وبناء عليه احنا بدأنا نعد للقافلة، سواء كان الإعداد الهارد عن طريق تحديد العيادات والأدوية والمستلزمات اللي هنحتاجها، وكمان الإعداد السوفت اللي هو عن طريق اللي هو دراسة البيانات القافلة.